وباسم السادة النقباء والسيدة والسادة أعضاء مجلس هيئة المحامين بطنجة وكافة الزميلات والزملاء بهيئة المحامين بطنجة بالشكر الجزيل على استجابتكم الكريمة للدعوة لحضور أشغال هذا الافتتاح الرسمي لندوة التمرين لهيئتنا العتيدة، وهي في ذروة الاستعداد للاحتفال بمئويتها الأولى حيث ستكمل 100 سنة من الوجود. إذن كما جرت العادة ووفق الأعراف والتقاليد المهنية التي دابت هيئة المحامي بطنجة على تقليدها على رأس كل سنة انتداب فوج من المحامين المتمرنين المقيدين بجدول التمرين والاحتفاء بهم في يوم خاص، واليوم الذي مر اليوم هذه الأمسية من تدخلات طبعة الحال وعروض من طرف نقيب الهيئة ومن طرف أيضا السيد رئيس جمعية هيئة المحامين والسيد رئيس النيابة العامة الوكيل العام الملك محكمة النقد، فيه أيضا الاحتفال بمئوية هيئة المحامين بطنجة، ولهذا السبب أطلقنا اسم فوج المئوية على فوج هذه السنة تعبيرا على تخليدنا وأيضا عرفاننا بمن سلفنا من الرعيل الأول ممن تناوبوا على خدمة هذه الهيئة وخدمة قضاياها. هذا العرف هذا طبعا الحال تأدب عليه كذلك جميع هيئات المحامين بالمغرب، وهنا وهناك حتى في أوروبا يعني كاين هذا الاحتفاء اللي بندوة التمرين وبكاتب ندوة التمرين. أتمنى أن تمر يعني هذه الظروف التي يعيشها المحامون، وأنتم تابعتم أيضا يعني الاحتجاجات ديال المحامون، بأن تنقشع هذه السحابة إن شاء الله ونعود إلى رحاب العدالة فاعلين ومطمئنين أيضا على مصير العدالة بالمغرب. شكرا لكم. واحد الظرفية معينة يمكننا نسميها الظرفية اللي توجد طنجة فيها كعاصمة التمرين في المغرب، علاش؟ لأننا كنحتفلوا بواحد الحدث تاريخي تقليدي عرفي يسمى الاحتفال الرسمي بندوة التمرين. كنحتفلوا بالمحامين المتمرنين الجدد والمحاميات المتمرنات الجديدات الذين واللائي التحقنا بالمهنة باش نعطيوهم بعض الإرشادات ونعطيوهم بعض النصائح كيفاش يبداو في هذه المهنه هذه اللي هي جديده عليهم. وهذا التقليد هذا بطبيعه الحال كيتم في واحد الاحتفاليه كتكون فيها تبادل الراي والافكار ووجهات النظر، وفي نفس الوقت كتكون واحد البادره لشق طريق سعيد في هذه المهنه الشاقه والشيقه.